Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves. Au niveau de cette séance, on va essayer de travailler la deuxième partie dès le chapitre les effets de commerce. On va la création des effets de commerce. Benisbal la création des effets de commerce, il m'a dit créer l'effet de commerce juste le halat. Mais li katkoun عندي la lettre de change, lorsque le client accepte hadik la lettre de change, fait le halat, il faut faire une écriture au niveau du journal. L'écriture غادي نتعرفوا عليها من بعد. Donc l'acceptation ديال la lettre de change par le client donne naissance à une écriture comptable. Li غنشوفوها من بعد. بالنسبة للبيع à ordre, في le moment ديال la souscription ديال البيع à ordre, هنايا il faut enregistrer هاد l'opération au niveau du journal. Donc عندنا بالنسبة la lettre de change l'acceptation par le client, ou بالنسبة البيع à ordre la souscription par le client. هاد جوج ديال les opérations donne naissance à deux écritures comptables. بالنسبة للخ دو شونج أو بالنسبة لا سوسكريبسيون غتكون إكريتور كونتابل بالنسبة لو فورنيسور إي أون إكريتور كونتابل بالنسبة لو كليون. دونك دون لي دو كا أون أوتيليز لي كونت سويفون. دونك في لو كا ديال لو كليون, دونك شي لو كليون شنو غيدير لو كليون؟ سوا درنا أكسبتاسيون ديال لي دو شونج أو لا سوسكريبسيون ديال بيا أوردر, لو كليون غيدير هاد ليكريتور هادي. دونك نفتحو الجورنال ديالنا, il faut débiter le compte fournisseur et il faut créditer le compte fournisseur effet à payer. دونك هنا كنقولو on a annulé أو on a soldé le compte fournisseur. دونك في le moment أو في la date ديال l'acceptation أو ديال souscription ديال souscription ديال billet à ordre أو l'acceptation ديال lettre de change, هنا le client خصو يدير هاد l'écriture هادي, وهاد la date هادي كتكون la date ديال l'acceptation أو ديال souscription ديال billet à ordre. Donc fournisseur في débit, fournisseur effet à payer في crédit. Le montant bien sûr يكون TTC, داخل في TVA bien sûr. Ou le label, kanksbou lettre de change, في الحالة ديال l'acceptation des lettres de change, kanksbou lettre de change numéro. Ou la كانت عندنا البيع à ordre, kanksbou البيع à ordre numéro. بالنسبة للفورنيسور, شنو l'écriture اللي غادي يدير؟ غادي solder le compte client. Donc, شنو كيفاش غادي solder le compte client؟ غادي يدير الكليون في الكريدي, و غادي يدير الكليون effet à recevoir في الديبي. Donc, هنايا, بالنسبة للمونتو توا غيكون TTC. أو بالنسبة للبيلي إلا كانت لا لتر دو شونج غنكتبو لتر دو شونج نيميرو, أو إلا كانت البيا أوردر غنديرو بيا أوردر نيميرو. دونك فوالا بالنسبة لي دو زيكريتور لي خاص يدير لو كليون أو الفورنيسور في لو مومون ديال لاكسبتاسيون أو ديال لتر دو شونج أو لا سوسكريبسيون ديال البيا أوردر. غنشوفو واحد لابليكاسيون لونتربريز, دونك لو 20/1/2023 لونتربريز ما دي adresse à son client Kamel la facture suivante accompagnée d'une lettre de change numéro 25. Donc adna had la facture hadi imta dart had la facture le 20/2/2023 katlahdou anna c'est la facture droit. Donc la comptabilisation ديال had la facture hadi ma gandkhlouch les 3 heures li hi la remise ma gandkhlouhach f la comptabilisation ديال la facture droit. شنو غادي يكون عندنا؟ اون فا كونتابيليزي ليسكونت, فقط ليسكونت اللي غنكونتابيليزي هنا, يو بيان سور تي في اي لي زوطخ كونت. من بعد في لو 23 بيان عفوا هنا سي الموا 2 يعني فيفريي ماشي الموا ديال جانفيي, لو 23 2 صحوها راه لو 23 2. لو كليون كامل روتورن لا لتر دو شونج نيميرو 25 اكسبتي. في هاد لادات هادي في هاد 23/2 الكليون كامل راه اكسبتا لا لتر دو شونج. دونك في هاد لادات اللي هي 23 في الموا 2 لو كليون او الفورنيسور غيديروا اون اكريتور اللي كنت توريتكم
من قبل. بالنسبه للضرر ديال لو 22 هنا خصنا نديروا ليكريتور العاديه ديال لا فاكتور. دابا لو 22 شي لو كليون كامل شوفوا شي لو كليون كامل لو 22 لو 22 عفوا غنحاول نصحح هذه سمحوا لي نحاول نصحها باش ما بقاش عندنا اشكال. دونك le 20 le mois février 2023 on va enregistrer l'écriture ديال la facture بعدا ندير فاكتوريزاسيون ديال الكونتابيزاسيون عفوا ديال ديال لا فاكتور هذه هي الاولى. شنو غنديروا هنايا شي لو كليون لو كليون راه شرا المارشانديز شراها اكريدي دونك هنايا دونك غنديروا اشا دو مارشانديز ديروا لو كونط اشا دو مارشانديز في الديبي لان الكونط اشا de marchandises, c'est un compte de charge. Les, il augmente par le débit et diminue par le crédit. Donc, avec charge qu'elle prend les comptes, il y a les charges. D'ailleurs, qui connaît le débit, il y a le principe de la comptabilisation des charges qui connaît. Il augmente par le débit et diminue par le crédit. Il y a des marges les charges au niveau du débit. Tertiaire, d'ailleurs, l'achat de marchandises, dit mais qu'est-ce qu'on a l'état TVA récupérable. سيرشارج ديما لاصقه معاها ديما هاد التي فيا ريكوبيرابل سيرشارج ديما كتلقى كتلقاها مع مع لي زاشا. دونك اشات مارشانديز تحت منها ايتا تي فيا ريكوبيرابل سيرشارج اللي هو هذا هو المونطون ديالها هو 940.5. في الكريدي غنديرو الفورنيسور لان لوبيراسيون دارت اكريدي يعني هاد الفورنيسور غادي يخلص هاد لو كليون عفوا غيخلص اكريدي دونك غنديرو فورنيسور في الكريدي وغتكون معاه ليسكونت اللي هو ان ليسكونت اوبتوني لان لو كليون هو اللي غيستافد من ليسكونت دونك غنديرو اسكونت اوبتوني بالنسبه لو كليون كيكون في كريدي لانه سي لا كلاس 7 لا كلاس 7 ال اوغمونت بار لو كريدي اي ديمينيو بار لو ديبي وهنايا ليسكونت سي لا كلاس 7 داكشي غنديرو في داكشي علاش غنديرو في الكريدي. بالنسبه لي مونطون هنايا بالنسبه لاشاد دي مارشانديز غناخذوا لو مونطون ديال لو نيت كوميرسيال كناخذوا لو نيت كوميرسيال اللي هو 4750 لو نيت كوميرسيال ديما كيكون في اشاد دي مارشانديز. بالنسبه لي تي في ريكوبيرابل سور شارج هنا غناخذوا لو مونطون ديال التي في اللي هو 940.5. الفورنيسور غناخذوا لو نيت ابي اللي هو 5643 وبالنسبه للسكونت اوبتوني غناخذوا لو مونطون ديال السكونت اللي هو 47.5. بالنسبه لي بيلي غنقولوا فاكتور نيميرو دي 7 كنديروا هذا فاكتور نيميرو دي 7 هي اللي غنديروا او نيفو ديال لي بيل. بالنسبه للكريتور اللي غتكون نهار 23 في شهر 2 2023 هذه قلنا لو كليون كامل اكسبتي لايخ دو شانج دونك خصنا نديرو ليكريتور ديال لاكسبتاسيون ديال لايخ دو شانج. شنو غنديرو في الديبي بالنسبه للكليون؟ الكليون إل فا ديبيتي فورنيسور اي إل فا كريديتي فورنيسور افي ابي لو مونطون بيان سور غيكون لو مونطون تي تي سي اللي هو 5643 وبالنسبه للي بيلي ليتر دو شانج ما غنديروش البي اورد غير خصنا نديرو ليتر دو شانج نيميرو 25 نورمالمون خصنا ندير ليتر دو شانج نيميرو 25 نحيدو هادي ندير ليتر دو شانج نيميرو 25 دونك فوالا. نشوفو دابا الفورنيسور شنو غادي يدير في لي زيكريتور كونطابل ديالو. دونك بالنسبه للفورنيسور اول حاجه غيدير لا كونطابيليزاسيون ديال لا فاكتور هي الاولى غندير الكونطابيليزاسيون ديال لا فاكتور في هاد لا دات هادي اللي هي لو 22 نتا خصني نصحح هاد لو موا 2 دو فوالا. بالنسبه للفورنيسور قلنا غيدير ليكريتور ديال لا كونطابيليزاسيون ديال لا فاكتور هي الاولى عاد غيدير في هاد لا دات اللي هي 20 لو 22 2023 عاد من بعد غيدير la comptabilisation de l'acceptation de la lettre de change numéro 25 fait la date liée le 23/2/2023. Donc, je n'aurais dit le fournisseur principal l'enregistrement comptable de la facture. Donc, la facture a été
régler à crédit, donc dire client, fait débit, dire client. Attends, l'escompte, il y a 1%, donc l'escompte, mais le fournisseur, là, c'est une charge. Donc c'est la classe 6. Donc, je cherche dire au niveau du débit, escompte accordé, c'est une charge. بالنسبة للكريدي الفورنيسور راه باع المارشانديز دونك غيدير فونت دو مارشانديز وبما ان الفونت دو مارشانديز غتكون دائما معها تي فيا التي فيا هنا الي فاكتوري دونك ايتا تي فيا فاكتوري ديما الفونت دو مارشانديز كتكون معها ايتا تي فيا فاكتوري فاكتوري سور لو كليون بيان سور بالنسبة لي مونطون هنا الكليون غنديرو المونطون ديال النيت ابي 5643 ليسكونت اكوردي هو 47.50 الفون دو مارشانديز كندير فيها لو نيت كوميرسيال 4750 و لي تي في فاكتوري غندير لو مونطون ديال تي في اللي هو 940.50 بالنسبه لي بيلي غنكتبو فاكتور نيميرو 17 ا كبير بالنسبه لادات ديال نهار 23 في شهر 2 2023 هنا كاين لاكسبتاسيون ديال لا ليتر دو شانج دونك هنا خصنا نديرو ليكريتور دو لاكسبتاسيون ديال لا ليتر دو شانج دونك شنو غنديرو هنايا او نيفو ديال دي بي لو فورنيسور غيدير كليون افي ا ريسيفوار او في كريدي خصو يدير كليون بالنسبه للمونطون بيان سور غيكون المونطون تي تي سي اللي هو 5643 وفي لي بيلي غنكتبو هنايا ليتر دو شانج نيميرو 25 فوالا ليتر دو شانج نيميرو 25 دونك فوالا كومون افكتوي لي زيكريتور لور دو لاكسبتاسيون ديال ليتر دو شانج او لا سوسكريبسيون ديال البيي ا اوردر J'espère que cette vidéo sera utile et bénéfique pour vous. N'hésitez pas à la partager le maximum possible avec vos amis. وتشتركوا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد وراه غنخلي لكم لو ريزومي ديال لو شابيتر او نيفو ديال لا ديسكريبسيون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.